مليانة صاعدة جدا. لا ده انا سعيد لسبب، لان يشهد الله سبحانه وتعالى اولا مجهودكم ان جبتوا حاجه زي كده، وحاجه توثق ان احنا بنتكلم كلام. لما قلت كلام موثق انا ما اعرفش، انا اول مره اشوف هذا العمل. حضرتك ما خالفتش في حاجه، ده حتى الكوره والكنترول وكل حاجه. وهو لانه هو يعني بيبو بالنسبه ليا، او انا بالنسبه له، يعني هقول ايه، جزء حياه 50 فعلا. ما بيتحركش خطوه الا لما انا اعرف هو بيعمل ايه، وانا اعرف هو يعرف ان انا بعمل ايه. بس حضرتك رغم حضرتك كان لك خطوه مهمه جدا في تتبع الباص بتاع الكابتن محمود الخطيب عشان يحول مساره، ليك وقع كده كنت قلتها لنا قبل ده. لا ده انا كنا لما جينا بقى في الفتره ان احنا جبنا الاستغناء، طب عاوزين بقى محمود عشان يمضي. ايوه، وكان هو فتره القلق، فكان بتوع الاسماعيلي واخدينه بنها على اساس هم مجرين هناك وهيلعب درجه اولى وكده. فانا عايز اروح البيت، فانا معايا، انا مش عارف اروح البيت، فنعمل ايه؟ فقالوا لي اتوبيس كذا بيروح، فانا ركبت اتوبيس ممكن الناس تعرفني، فيقول لك ده راح هناك لمحمود، فانا عايز تبقى فيها سريه شويه. فقلت الاتوبيس ايه من التحرير، اتوبيس كذا، رحت راكب تاكسي وقلت له امشي ورا الاتوبيس ده. اجواء تنكريه. امشي ورا الاتوبيس لغايه ما وصلت للبيت. الحقيقه الله يرحم والده، الله يرحمه، اهلاوي، لانه كان برضو على ارتباط جامد بعيله الاباظيه، وعيله الاباظيه كلها اهلاويه طبعا، وكان هو راجل مسؤول في 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 شركات عيله الاباظيه. والد محمود من الناس المحترمين، وهو كمان بيحب النادي الاهلي، وكان له اخ وحيد كان يحب النادي الاهلي طبعا. انا اعرف كمان ان كان اخو الكابتن محمود الخطيب الكابتن خالد للطيار، كان لعيب كره قوي يعني، يمكن مش هقول احسن من محمود، لا هو في ناس بالفعل زمايل معروف في الجيش، هو طبعا طيار وكده، كان بيلعب معاهم دورات، قالوا موهبه خارقه. لا فعلا، بس هو دخل الطيران. والدة محمود الله يرحمه، يعني طبعا لما ارتبطت بيه عائليا بقى وبقيت اخش معاهم وفي البيت وكده، وهم حسوا ان في واحد امين مهتم على ابنهم، ان هو هيكون موجود معاهم. لان احنا هنسترسف الحديث بعد كده ازاي انت مش انك ترعاه في الكوره، ترعاه كبني ادم، ازاي تتوقع ان هو دي فكره الاب الروحي، هيبقى في يوم من الايام حاجه. فدي سعادتي، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، انه بقى حاجه، بس حاجه وللنادي الاهلي اكيد. فانا ده اللي انا يعني قلناها، فكنت ازاي اروح بيته؟ طب انا مش عارف. فروحنا لما ركبنا التاكسي لغايه ما وصلوا، الاتوبيس وصل هناك، قالوا لي عند بعد المحطه تخش مش عارف ايه، قلت لهم بس خلاص انا قدرنا نوصل، خلاص جبناه. جماهير النادي الاهلي ممتنه لحضرتك اكيد.